شاعرة بتغش يعني. هقولكوا اسبرينا عن كلمات الشاعر محمد عبد الهادي وايه يعني جديد فيها؟ ما طول عمري مقضيها على الكنبه اللي في الصاله وضاعت همي في حواله لطوب الارض بشكيها تعب الشكوى في شواله ترتكها بتهدك فيها تقرط فيها تفتكها لحبه هم تتدق على ايديها وترمي العزم ما فيها وش الحلم ويتبرق وانا مصدق حكاويها على الشاشه وانادي الواد هات الماشه ورص حجاره في حجاره وكام نفسين مع سياره فشوف الناس بتتطوع لا عارفه تتوه ولا تروح ومربوطه بحبل طويل وحالها امر بالمساطير لفين رايحه ما تعرفش بتعرف كل تمشي فتتعلق بقشايا وفكر القشه مشاية فتمشي عليها تتكعبل تقف طوابير وتتقبل عدم حرية تاني بصوت بيرن فقداني خلاص سعيت بقى مشكور مدام دم الوطن مهضوم يا دوب تلحق وخش السور وتتغمس في لقمة عيش عشان ما تعيش تلف الدور سلام للثورة وزعيمها تحية لكل معزمها حبايبي وناسي وصحابي وسلم لي على اعرابي وناصر كل ما يجلجل اتاري الحق بيبرجل تقف او حتى تتحجل خلاص اللعبه هي قفلت. قفلت. سقف لمين؟ للكلمات ولا للقاء؟ طب انا هقول حاجه كده حلوه يعني. علاج حدنا مخفينا ما زادش اللي خوف فينا فخاف منا اللي خاف فينا فخوفنا الخوف يخفينا فخف البرج من راسنا وخالف فكرنا فينا.